نتواجد في أقدم مسجد تاريخي في المملكة، وهو مسجد عجلون التاريخي، والذي بني قبل نحو 800 عام من الآن. وأحببنا أن يعني نسلط الضوء على هذا المسجد وأهميته وتاريخه من خلال مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور أحمد أصمادي، الذي سيعني يبين لنا تاريخ هذا المسجد وأبرز النشاطات التي تنفذها مديرية أوقاف محافظة عجلون، سواء في هذا المسجد أو في عدد من المساجد التاريخية والمساجد المنتشرة في كافة قرى وأرجاء المحافظة. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم في أسرة يوم جديد في محافظة عجلون بشكل عام وبشكل خاص في هذا المسجد التاريخي العريق. حقيقة بأن محافظة عجلون بفضل الله تبارك وتعالى، كما تفضلت أخي الكريم أبو هيثم، تزخر بالأماكن، سواء كانت من ناحية الخضرة والطبيعة الخلابة، وأيضا الأماكن التاريخية العريقة. ومن أبرز هذه الأماكن وأقدسها التي نقف فيها في هذا اليوم المبارك مسجد عجلون الكبير. حقيقة بأن مسجد عجلون الكبير هو أقدم مسجد في المملكة تاريخيا، باستثناء المسجد الحسيني الموجود في العاصمة عمان، وهو مقام على أنقاض مسجد أموي. ولكن لو رجعنا إلى تاريخ بناء هذا المسجد لوجدنا بأنه أقيم في السنة 645 هجري، أي كما تفضلت وأسلفت أخي الكريم قبل 800 عام. حقيقة بأن هذا المسجد يوجد في وسط مدينة عجلون، مركز المحافظة حاليا، يأمه المصلون من مختلف مناطق المحافظة، وخاصة بأن تواجد الدوائر الحكومية لهذه المحافظة تمركزها في عجلون، فيأتي إليه من مختلف الأماكن. هذا البناء مساحته حوالي 600 متر، طول حوالي 30 متر وعرض 20 متر، وكما هو معلوم يغلب عليه طابع العمارة الإسلامي. ولقي هذا المسجد على امتداد التاريخ عناية، سواء كان من خلال الملك الناصر نجم الدين الأيوبي الذي أمر ببناء هذا المسجد، أو في الفترات الزمانية المتلاحقة، حيث أنه أيضا في العهد المملوكي لقي عناية وإعادة تأهيل وإعمار، حيث أقيم لهذا المسجد المأذنة في عهد الظاهر بيبرس. وامتد هذا الاهتمام إلى عهدنا وإلى تاريخنا الحاضر، حيث كان هنالك إعادة تأهيل لهذا المسجد في عصر وفي عهد الملك الحسين الراحل رحمه الله وطيب الله ثراه. وأيضا في عام 2014 وجد هذا المسجد اهتمام من القيادة الهاشمية من خلال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه ورعاه، حيث قدم تبرع سخي منه لإعادة إعمار وتأهير هذا المسجد. ولعل أبرز الدلالات على هذا الإعمار وهذا الاهتمام منبر صلاح الدين الذي نقف بمقابلة هذا المنبر، حيث أنه أقيم على غرار منبر صلاح الدين الموجود في مسجد الأقصى، وأمر جلالة الملك بتصميم وتنفيذ وتصنيع هذا المنبر من خلال جامعة البلقاء التطبيقية، مما أضفى جو إيماني وزاد بهجة لهذا المكان بوجود هذا المنبر. حقيقة هذا المسجد يوجد له ثلاثة مداخل، من الجهة الشرقية ومدخل أيضا من الجهة الشرقية الشمالية. هذا المسجد له أيضا أماكن كأنها كانت مدارس أو دور قرآن موجودة على غرار المدارس التي كان هي تسمى الكتاتيب. وأيضا هذا المسجد تقام فيه صلاة الجمعة، وأيضا لنحافظ على هذا الدور الهام لمسجد عجلون الكبير، معظم النشاطات والفعاليات والاحتفالات التي تقوم بتأديتها وإقامتها وتنظيمها مديرية أوقاف محافظة عجلون تكون في هذا المسجد. على سبيل المثال، قبل أيام كان عندنا احتفال بذكرى المولد النبوي على صاحب هذه الذكرى أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأيضا ذكرى الهجرة النبوية التي سبقت ذلك. وأيضا يوجد في هذا المسجد دار قرآن نموذجية، يقوم إمام المسجد وهو الآن يعني حاصل على درجة
ماجستير ويدرس الدكتوراه ويحمل إجازة في القرآن الكريم من خلال وزارة الأوقاف بتدريس الطلاب، وأصبح هنالك خريجين حوالي 10 حفاظ لكتاب الله تبارك وتعالى. أيضا نقيم في هذا المسجد المجالس العلمية الهاشمية التي اعتادت وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية على إقامتها بشكل عام تحت الرعاية الملكية الهاشمية، ومن ثم في مختلف المناطق والمحافظات المختلفة. بالنسبة لتدريس القرآن، وكما أنت أسلفت أخي الكريم بأنه مديرية أوقاف محافظة عجلون تعنى بالمحافظة ورعاية المساجد في مختلف مناطق المحافظة، حيث يوجد هناك حوالي 220 مسجد تتبع لمديرية أوقاف محافظة عجلون موزعة على مختلف المناطق والقرى، وأيضا يوجد هنالك مقامات تاريخية لها قيمة. على سبيل المثال بالقرب من مسجد عجلون يوجد مقام البعاج، وأيضا مقام سيدي بدر، وأيضا مقام الشيخ علي المومني في بلدة عين جنة، وأيضا مسجد الاستب في منطقة الاستب، وأيضا مقام إكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه في منطقة الوهادنة التي تتبع لمحافظة عجلون. طيب، يعني هذه المساجد التاريخية والمقامات الدينية التاريخية، يا ريت تعطينا نبذة عن أبرز المساجد القديمة كذلك، يعني كما يوجد في محافظة عجلون. حقيقة بأنه في مساجد أيضا، على سبيل المثال مسجد عين جنة الكبير هو مسجد يعني أسس منذ سنوات طويلة وتاريخي، وله أيضا رونق وبهجة، وأيضا في كفرنجة يوجد مسجد كفرنجة القديم، وفي الهاشمية أيضا مسجد الهاشمية القديم، في مساجد. حقيقة بأنه من خلال توجيهات معالي الوزير وعطوفة الأمين هنالك اهتمام بهذه المساجد من خلال توفير الأئمة والمؤذنين الذين يقومون على خدمة بيوت الله تبارك وتعالى، وأيضا من خلال توفير خطباء الجمعة، وأيضا يوجد هنالك دروس الوعظ التي يقوم بإعطائها أئمة وعلماء مؤهلون تحصلوا على مختلف الدرجات العلمية في مختلف تخصصات الشرعية. طيب، احنا بنعرف ان في هناك مرافق يعني محيطة بهذا المسجد تم يعني إنشاءها ضمن التوسعة الحديثة التي يعني شرفنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وافتتح يعني هذه التوسعة في السنوات الأخيرة، لكن هل هناك نشاطات تمارس حاليا في ظل جائحة كورونا في هذه القاعات؟ أكيد بأنه كما أسلفنا بأنه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظ الله ورعاه في عام 2013 والعام 2014 أمر بإعادة تأهيل مسجد عجلون الكبير سواء من الداخل أو من الخارج، فكما ترون بأن هنالك إضافات على هذا المسجد حيث حافظوا على صبغة البناء التي كانت تزامنت مع هذا المسجد، وأيضا بتركيب هذه الإثرية التي تم عملها في الشام يعني في سوريا وإحضارها خصيصا لهذا المسجد، هذه هي الإثريات النحاسية التي أضفت لهذا المكان طابع إسلامي وتاريخي، وأيضا من خلال إعادة تأهيل الساحات الخارجية، ويوجد أيضا بناء، هذا البناء تم إنشاؤه من خلال تبرع السخي لجلالة الملك ومن خلال أيضا مشروع تطوير محيط مسجد عجلون الثالث، بحيث أقيم توسعة، هذه التوسعة أصبحت تستوعب جميع المصلين خاصة في أيام الجمعة والأعياد، حيث أن هذا المسجد لم يعد يتسع لجميع من يأمه ويريد أن يؤدي الصلاة فيه أو مختلف المناسبات والاحتفالات، فأصبحنا نقيم احتفالاتنا في القاعة المجاورة التي بمحاذاة هذا المسجد، ناهيك عن عمل صيانة للساحات وتبليطها، وأكرمكم الله أيضا عمل مرافق صحية تابعة لهذا المسجد ومصلى للنساء. يعني ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية، يعني أعطيتنا معلومات وللسادة المشاهدين ولكافة المتابعين لهذا البرنامج عن يعني وسعيدين بتواجدنا داخل هذا المسجد الكبير مسجد عجلون التاريخي، ونعود إليكم زميلاتي في استوديو برنامج يوم جديد لاستكمال باقي فقرات البرنامج، ونتمنى يوما سعيدا وأياما سعيدا، أياما سعيدة لكافة المواطنين في هذا البلد المعطاء بلد أبي الحسين. إليكم زملائي في استوديو برنامج يوم جديد.